في رمضان قبل الماضي اتصل شاب مع أحد الشيوخ الأفاضل. يقول هذا الشاب: يا مولانا، ممكن أسأل سؤال؟ قلت: تفضل يا بني. قال لي: 3 أيام لم أرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: يا بني، مش سامع أنا منيح؟ قال لي: 3 أيام ما شفتش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: سبحان الله، حضرتك بتشوفه كل ليلة؟ قال لي: أراه من فضل الله كل ليلة. قلت له: من حضرتك يا أخي؟ قال لي: أنا اسمي محمد الخطيب من رفح. قلت: ما شاء الله، سبحان الله. أنا بعرف، حكى لنا الدكتور جميل الله يرضى عليه، قال لي: هذا الرجل صارت معه كرامة بليلة 27 من رمضان. فقلت له: يا أخي، أنا سمعت في قصة صارت معاك في ليلة 27. قال لي: آه يا مولانا، من فضل الله. إيش هي؟ قال لي: أنا 20 سنة وأنا مركب الآلة السماعة، بسمعش إلا بالسماعة، ولما بنام بحطها جنبي لأنه فترة النوم بريحها بس. طيب، ففي الاعتكاف في المسجد الإمام قال: اجتهدوا في الدعاء، فهذه الليلة يستجيب الله سبحانه وتعالى من المخلصين، وليجتهد أكثر أصحاب الضر والأمراض والأسقام. فبيقول: ذهبت في دعاء طويل وبكاء، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: يا محمد، لك بشارتان عندنا، لك بشارتان عندنا. أما الأولى فقد تقبل الله منك ليلة القدر، وأما الثانية مسك ذنية وأخذ يقرأ الرقية عليهم، فأصبحت من فضل الله وأنا أسمع بلا آلة. قلت: سبحان الله. طيب يا بني، أنت كيف بتشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش المؤهلات اللي خلتك ليلة ليلة تشوف النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت بتحكي مع الإمام أحمد قاعد، الإمام أحمد كان بيقول لك: الليلة اللي بشوفش فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعد نفسي من المنافقين. يعني سبحان الله، في ناس مقامات صعبة، يعني الواحد بيعيط على نفسه والله. إلك 40-50 سنة بتصلي، ملكاش سر عند الله، ملكاش دعوة مستجابة، ملكاش تلك المتعة الروحية، مش حاسس فيها أنت. إيش هذا الجمود؟ إيش القسوة؟ إيش الحرمان؟ قال لي: في 3 شغلات يا مولانا أنا حريص عليهم. إيش هي؟ قال لي: أول شيء، أنا أخلص نيتي في كل عمل، حتى لو بدي أشرب كوباية مي، يا رب اجعله خالصا لوجهك الكريم. لو بدي أعطي 1 شيكل، يا رب اجعله خالصا لوجهك الكريم. كل عمل صغير أو كبير، يا رب اجعله خالصا لوجهك الكريم. طيب، والثانية؟ فقال لي: الثانية استغربش كثير وتحملني فيها. تفضل يا أخي، الثانية. قال لي: ما فيش يوم بيمر علي دون أن أقبل قدمي أمي. قال لي: مش الرأس ولا الإيدين، مش فايدة، المفاتيح تحت يا مولانا، أقبل كل يوم قدمي أمي. بتقول لي: كيف بيصير الواحد عنده مناجاة؟ طيب، والثالثة يا أخي؟ قال لي: كل يوم أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7000 مرة. 7000 مرة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم. إيش هذه المقامات يا إخواننا؟ يعني شوف، القرآن الكريم ذكر اختلاف الناس في أشياء، وذكر غفلتهم عن أشياء. قال ربنا سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. قال لك في قسمة رحمة وفي قسمة معيشة، هذا موظف، هذا مدير، هذا غفير، هذا وزير، هذا ملك، مقامات، نسبة معيشة. والناس قاتل نفسها وقاتل حالها على القصة هذه، كل واحد بده رتبته، لكن غفلت الناس عن قسمة الرحمة. هل لك دعوة مستجابة عند الله؟ إن سألته أعطاك. أنت إلك حاجة عند الله؟ إلك سر حاسس إنك تركن إلى ركن الركين؟ حاسس إنه لو وقعت في مطب إنه ربنا الكريم جنبك بضيع كاش؟ يمكن تلاقي لك أنت بواب إصبع أفضل من الوزير اللي بيشتغل عنده، إصبع عند الله. ليه؟ قسمة الرحمة عنده كبيرة كبيرة.